بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي موقع في الجول اهلا بيكم. يمكن خلاص ايام قليله بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك المقرر ليها يوم 20 اكتوبر. يمكن خلال موقعنا في الجول بنحاول نقدم خدمه شامله لكل زوار الموقع من خلال ان احنا نحاول نقدم لهم معلومات كامله وبرامج كل الساده المرشحين. يمكن لازم البدايه النهارده تكون مع واحد من اساطير كره اليد داخل نادي الزمالك، حقق بطولات كتير بقميص نادي الزمالك، وبعد الاعتزال كمان تولى العديد من المناصب الاداريه الناجحه، يمكن اهمها هي طبعا رئاسه لجنه اداره نادي الزمالك عام 2021، وهو دلوقتي داخل في الترشح على منصب رئيس نادي الزمالك. يمكن ضيفنا النهارده كابتننا الكبير كابتن حسين لبيب. اهلا بيك كابتن. اهلا يا كابتن احمد، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، منورنا في موقع في الجول. الله يخليك، انا اللي بتشرف ان انا في موقع في الجول بامانه يعني، وموقع متميز جدا جدا، والف مبروك على الجائزه اللي انتوا كسبتوها، وان شاء الله كمان تاخدوا جوائز كمان وكمان يعني. شكرا لحضرتك. يمكن هنبتدي من البدايه، يعني فكره الترشح، ترشح كابتن حسين لبيب، القرار جه امتى؟ امتى قررت ان حضرتك شايف انه حابب تختم نادي الزمالك؟ يعني القرار كان تقريبا يعني مش متذكر قوي، بس من 4-5 شهور كده حسيت ان النادي مش ماشي في الاتجاه الصحيح، وابتديت اتناقش مع مجموعه من الزملاء معظمهم حاليا في القائمه، انما برضو مجموعه من الزملكاويه اللي هم بيعشقوا نادي الزمالك زي حالاتنا كلنا. فيعني زي ما تقول كده ابتدينا كلنا نحط خطوط عريضه، فابتدت تتكون ما يسمى المجموعه بتاعت القائمه الموحده. يمكن البعض شايف انه قرار الترشح لاي فرد انه يدخل داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، خصوصا انه زي ما وضح للجميع انه النادي مثقل بالمشاكل الماليه بشكل كبير، يمكن برضه في بعض الامور الخاصه بقضايا كره القدم ولاعيبه الزمالك حتى في الالعاب الاخرى، فالقرار ممكن يبقى مش سهل. حضرتك هل ما ترددتش انك تاخد القرار؟ هل مثلا بعد ما كنت قررت وبعد ما استشرت اكتر من فرد قلت ممكن الموضوع يبقى صعب شويه؟ طيب خليني اقول ايه، انا يعني كحسين لبيب شخصيتي قبل للتحدي، بمعنى ان في حياتي كلها التحدي كان سبب من اسباب الحقيقه في نجاح في اي مجال انا عملت فيه، ده غير طبعا كرم ربنا سبحانه وتعالى، انما التحدي بيخلق عندي نوع من انواع المثابره والتحدي والجهد الوافر، فبالعكس انا بلاقي ده التحدي ده من سماتي الشخصيه. يمكن لما جيت ابتديت هاندبول يعني كان جسمي صغير، والمدرب اول مدرب ابتديت اتدرب معاه يعني كان زي ما تقول كده يعني رميني على الجنب خالص، يعني كمالت عدد خالص خالص خالص، فده اللي حببني في الهاندبول، وده اللي خلاني الحمد لله قدرت ان انا اقول لهذا المدرب القدير انت رايك كان غلط، انا بقيت كابتن مصر، فده نوع من انواع شخصيتي. يمكن تشكيل القائمه الانتخابيه او تشكيل القائمه دي بتبقى امر صعب جدا، خصوصا انه في اي طرف يبقى حابب يبقى معاه قائمه متجانسه تقدر تشتغل مع بعض، وطبعا شعار القائمه هي القائمه الموحده، وده اللي دايما بتتكلموا عليه مع اعضاء جمعيه عموميه داخل نادي الزمالك او حتى في الاعلام. ازاي حضرتك قدرت تشكل القائمه بتاعتك؟ طيب احنا شعارنا يعني يمكن برضو من اول ما ابتديت يعني اهتم جدا جدا بعد ما خرجنا من اداره اللجنه اللي كنا بنديل نادي الزمالك مع زملاء افاضل، يعني قدرنا الحمد لله نحقق نجاحات متميزه سواء بالنسبه للنتائج او بالنسبه لمظهر نادي الزمالك. فيعني كان شعاري دائما هو الزمالك اولا. الزمالك اولا بالنسبه لي ان انا يعني الزمالكيه كتير قوي، يعني سواء على مستوى الجماهير او اعضاء الجمعيه العموميه او محبي نادي الزمالك، فقلت الزمالك اولا ان كلنا نبتدي نبقى مع بعض كلنا كوان يونت او حاجه واحده جماهير، ما فيش حاجه اسمها ده جمهور اسمه كذا وده جمهور اسمه، لا هو اسمه جمهور نادي الزمالك، اعضاء الجمعيه العموميه دول اعضاء في نادي الزمالك، ما فيش اي مقارنه بين عضو تحت سنه كذا او فوق سنه كذا، كلنا اعضاء داخل نادي الزمالك بنعشق نادي الزمالك، الاداره التنفيذيه والمدربين واللاعبين كلنا يبقى هدفنا حاجه واحده بس، اللي هو كلنا في الاخر خالص بنرجع ورا طول ما الزمالك هو اول حاجه في حياتنا كلنا. فبدايتنا كانت هذا الشعار،
ومتمثل حاليا بالنسبه لي مثلا في الكابتن احمد سليمان. يعني الراجل يعني كتر الف خيره اما قعدنا مع بعض قدر يعني يقتنع معايا بان الفكره هي مصلحه النادي مش الفكره انا فين وانت فين. وقعدنا مع بعض وانا قلت له انا ممكن اتنزلك, هو قال لي لا خلاص انت تقود القائمه وانا واحد من القائمه. لان برضه في طريقه عملنا ما فيش حاجه اسمها ده رئيس وده نائب وده امين, كلنا اعضاء يعني 12 صوت متساويين. هو المهم اللي يجمعنا حب نادي الزمالك وخدمه نادي الزمالك. فده تقريبا السمات الرئيسيه في القائمه اللي هي بنسميها القائمه الموحده. يمكن الاتفاق مع كابتن احمد سليمان, هل تمت الجلسه دي بعد بدايه الترشح يعني قبل ما تم الاعلان, اول ما تم الاعلان, ولا بعد كده يعني بعد ما خلاص بدا خلاص فتح باب الترشح بدا يتقال, ولا من قبلها كان في اتفاق؟ خصوصا ان حضرتك اعلنت ان القائمه تحت فوق السن خمس مقاعد وقلت في مقعد هتحتفظ بيه. هل من البدايه كان التفكير انه يبقى الكابتن احمد سليمان, ولا كان في ممكن يبقى مفاجاه اخرى في الانتخاب؟ يعني انا اتفقت مع احمد كابتن احمد اما قعدنا اول مره قلت له يا كابتن احمد احنا نتوحد انا وانت على حاجه واحده بس, ان احنا عايزين نادي الزمالك يعود لناسه لرياضيه لاعضاء. يعني النادي انا من وجهه نظري كان مختطف, فبالتالي احنا كلنا دلوقتي نجتهد ان احنا نرجع نادي الزمالك اللي احنا طول عمرنا متربيين جوه. فده كان اول اجتماع كانت نتيجته هذه المقوله. تاني اجتماع هو اللي احنا اتفقنا فيه. كابتن حسين, هل في اسامي زملكاويه محبين نادي الزمالك تواصلت معاهم ان هم يبقوا موجودين في القائمه, ولكن هم فضلوا ان هم يدعموا القائمه زي ما بيقولوا من خلف الستار من غير ان هم موجودين في منصب؟ كتير. هل كتير. ممكن تقول لي مثلا اسامي حضرتك كنت بتفضل او كنت تبقى حابب ان يبقى وجودهم اضافه؟ بلاش افضل, لا يعني في زملكاويه كتير جدا كان بدايه الكلام معاهم يا جماعه احنا عايزين نعمل حاجه لنادين, فاتفقنا ان كلنا نعمل حاجه لنادين. يعني اقدر اقول طبعا اسماء مش لا يعني مثلا زي الاستاذ عمرو الجنايني قعدنا مع بعض, الدكتور مدحت العدل قعدنا مع بعض, الاستاذ جمال عدل قعدنا مع بعض, يعني وفي مجموعه اخرى يعني انا بس بتقول لي قول امثله فبقول امثله, المهندس رؤوف جاسر, يعني لا يعني كتير يعني انا بس مش عايز برضو انسى حد, انما يعني معظم انا من وجهه نظري دول كلهم من رموز نادي الزمالك. هو مش ضروري انت تبقى لعبت في نادي الزمالك او انت مش ضروري تبقى عضو حتى جماعي, انت راجل محب للزمالك. وزي ما قلت لك احنا عندنا الشعار اللي يعني بنرتديه وافتخر ان احنا نرتديه كلنا اللي هو الزمالك اول, فما بفرقش بين عضو جمعيه او جمهور او لاعب او مدرب او اداري. تمام. يمكن برضو انا بحاول اقول لحضرتك الكلام الموجود في السوشيال ميديا او من جماهير الزمالك. وجود عدد من الاسماء الكبيره داخل القائمه, طبعا حضرتك الكابتن هشام ناصر, الكابتن احمد سليمان, مهندس هاني شكري, استاذ عمرو ادهم, يمكن دكتور حسام بيرسي, مهندس هاني بيرسي, دكتور حسام مندوق. ازاي تقدر حضرتك توفق ما بينهم, خصوصا انه البعض بيقولوا هل ممكن مع الضغط ان يبقى في اراء مختلفه, ممكن يبقى دايما في نادي الزمالك جمهور مش متعود على فكره القائمه الموحده او انه يبقى فيه زي ما بيقولوا تجانس كامل, وخصوصا مع الاسماء الكبيره وكل منهم نجح في مجاله. ازاي حضرتك من دلوقتي بتحاول زي ما اقول لك تحدد الملفات لكل طرف؟ يعني حضرتك ممكن تقول دلوقتي مثلا شايف انه الملفات هتبقى مع مين, او هل من دلوقتي بدات تحدد القوام او الشكل العمل الاداري داخل نادي الزمالك حال النجاح؟ طيب خليني اقول لك ايه, هو الحمد لله رب العالمين طبعا ان كل المجموعه اللي تم اختيارها او كلنا اخترنا بعض هم كل واحد فيهم يستطيع ان يقود نادي الزمالك, كلهم شخصيات محترمة جدا ناجحين في عملهم المهني او العمل الرياضي, وبالتالي اي واحد فيهم بأمانة يقدر يقود نادي الزمالك. اللي بيجمعنا كلنا هو حب نادي الزمالك, وانك انت تؤثر نادي الزمالك على نفسك وبالتالي بتخدم نادي الزمالك. والعملية سهلة جدا جدا جدا, لما بتقدر تقول والله ايه اهدافك وايه مشاكلك هتقدر بسهولة مطلقة تختار الافضل من وجهه نظرك اللي يبقى فيه زي ما انت قلت بالظبط تفاعل وتناغم وتجانب. لا ادعي ان ال 12 دول هم افضل 12 شخصيه داخل نادي الزمالك, لا نادي الزمالك مليء بالشخصيات اللي هي يمكن كلهم احسن مننا كمان. فبالتالي احنا ما بنقول بننقي بعض, واللفظ ده سليم 100%, احنا بننقي بعض لان احنا قادرين نتفاعل مع بعض
قادرين نتناغم مع بعض، قادرين نتجانب، وعارفين كل واحد فينا ايه الميزات بتاعته. ما فيش واحد فينا كامل يعني في الدنيا دي كلها، فبالتالي بتقدر تاخد من كل واحد احسن نسبه فيه. يعني زي ما كنا حتى من ايام اللعب كده، احنا نجيد حاجه اسمها تيم وورك او العمل الجماعي، فما فيش واحد فينا هو اللي بيدور الدنيا دي. نمره واحد. نمره اتنين، ان كل واحد فينا اكيد بيجيد في ملف عن ملف، يبقى بالتالي لما بتبتدي تنتقي الملفات اللي هي جاية أصلاً من المشاكل، هتقدر تشوف مين أصح واحد لهذا الملف من وجهة نظرنا كلنا كمجموعة مع بعض، لأن في الآخر بنشتغل كلنا مع بعض. فإحنا بالنسبة لنا الأهداف بتاعتنا واضحة، يعني أنا حتى ببص هو على الكمبيوتر قدامي عشان يبقى إحنا بتاع. أنا في عرفي طول عمري برضو شايف نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، فبالتالي انا عايز احافظ على هذه المكانه بتاعت نادي الزمالك واكبرها. فيبقى ده هدف بالنسبه لنا. لازم انت اي هدف عندك لو مش مقتنع بيه مش هتعرف تحققه. انا مقتنع بهذه المقوله، بمعنى ان انا شايف نادي الزمالك من واحنا صغيرين هو فعلا كده. عدد اللعبات فيه اكتر من اي نادي اخر، برضو البطولات، هو النادي مش ببطولات، هو النادي بحب الناس. انا شايف مثلا جماهير نادي الزمالك، طبعا واحترامي الكامل لجميع جماهير مصر والشعب المصري، بس جماهير نادي الزمالك عندها حاله مميزه، حاله مميزه فعلا. يعني اما بتيجي تبص تلاقي جمهور نادي الزمالك ده بيعاني وبيزيد. يعني هو بيعاني جدا لان في بطولات بتبقى مش موجوده عندك، بس برضو مع 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 الاحترام الكامل للبطولات، لا ده احنا جمهورنا بيزيد يا جماعه. فلو حق على النادي، الجمهور العظيم ده له حق على النادي. طيب ايه تاني؟ حاسين ان في العلاقات في اخر الاونه الاخيره كده، سواء مع وزاره شباب الرياضه او مع الانديه الاخرى او الاتحادات الرياضيه او كم المشاكل اللي هي عباره عن غرامات أو, او 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 ان فقدنا المكانه بتاعت نادي الزمالك. فاحنا من اهدافنا برضو نرجع هذه المكانه. يعني احنا ما فيش اي يعني مشاكل ان شاء الله. اما يعني جربنا ودخلنا 6 شهور كاداره النادي الزمالك انا والمجموعه الفاضله اللي كانت معايا، بامانه ما حصلش مشكله بينا وبين اي حد، وبالعكس كانت علاقاتنا مع الجميع متميزه جدا، سواء وزاره الشباب الرياضه او اللجنه الاولمبيه او الانديه المنافسه كلها او الاتحادات الرياضيه. دي انا اخلق مشاكل، ما المشاكل دي بتؤثر على المكانه بتاعه النادي. طيب وفي نفس الوقت بتؤثر على ايه كمان؟ بتؤثر على قيمه السوقيه بتاعه النادي. واحنا بنتكلم زي ما حضرتك قلت كده ان في مشاكل ماليه. طب ما انا لما ابتدي ارفع من المكانه بتاعه نادي الزمالك وقيمته السوقيه، يبقى بالتالي بقدر احل جزء من مشاكل السيوله النقديه. بحس ان احنا محتاجين اداره محترفه لخدمه اعضاء النادي ولخدمة الرياضيين بتوع النادي. بمعنى ايه يعني إدارة محترفة؟ النهاردة يعني عايزين نبطل خالص في النادي ان كل واحد عايز طلب يطلع لفلان فلاني او فلان فلاني. انا في كلامي كله عمري ما بقصد شخص معين، انا بقصد حالة. الحالة دي هي اللي انا عايز احلها، مش بحل مشاكل اشخاص. فبالتالي النهاردة لو انت معين الستاب بتاعك مظبوط، يبقى كل واحد عارف لو حد عنده مشكلة اجتماعية أو مشكلة رياضية بيروح لإدارة محترفة، وعلى هذا الشخص المسؤول من جانب النادي إن هو يحل مشاكل حضرتك. فيبقى بالتالي مش كل حاجة هتبقى متجمعة عند شخص أو مجموعة من الأشخاص، لا، هي المفروضة خالص ما يسمى الإدارة التنفيذية بتاعت النادي. فبنقول لابد إن يبقى موجود ما يسمى إدارة محترفة. طيب الإدارة المحترفة دي في رياضة للجميع ورياضة قمية. الرياضة للجميع ده من حق كل عضو من أعضاء الجمعية أو أولادهم إن هو يلعب رياضة. وفي نفس الوقت إحنا عندنا هدف اسمه إيه؟ نادي الزمالك يحصد البطولات. فيبقى أنا لما بتكلم كمان على يعني إدارة رياضية محترفة، يبقى التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا هو بطولة. يعني نادي الزمالك اللي أنا متعود عليه بقى يعني ككرة يد، لا احنا نادي بيكسب على طول.
فهو ده التشالنج بتاعنا، هو ده التحدي بتاعنا، ان احنا نبقى بننقل هذه الصورة للأجيال الناشئة والناشئين بتوعنا. طيب النهاردة من ضمن الحاجات المشاكل بتاعة السيول، طب ما انا عندي ثروة عقارية في النادي برضو من افضل الثروات العقارية اللي موجودة على مستوى الأندية في مصر، يعني لان اللي قبلينا كانوا برضو بيعشقوا النادي، يعني نذكر بالخير الكابتن حلمي زمورة، يعني هو اول واحد فكر في سور نادي الزمالك والمحلات دي، عندنا في حدود 120-130 محل، يعني من وجهة نظري كان بيساء استخدام هذه الموارد، وفي نفس الوقت بيساء انك انت تجيب هذه الموارد او تحط افكار معينة، فبالتالي ده من اهدافنا هو الحتة دي. طيب ايه تاني؟ انت النهاردة محتاج برضو تكبر من مداخيل النادي، فبالتالي النهاردة برضو عندنا طموح ان يبقى عندنا شراكات مع اندية اخرى، سواء اندية اوروبية او اندية عربية، وتبتدي تفعل ما يسمى اسم نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك ده والشعار بتاع نادي الزمالك ده حاجة كبيرة، ده تستغل الى الان الاستغلال الامثل انك انت تطلع منها المردود الايجابي من وجهة نظرنا. اخر نقطة برضو هو يعني هيبة النادي، خليني اقولها كده، هيبة النادي. هيبة النادي عمرها ما بترجع بان انا بطلع ولا بتكلم ولا بجيب سيرة حد ولا حاجة، لا، هيبة النادي يبقى النادي ده له رونقه، له مكانته في المجتمع والناس حاسة بيه، ما هياش بس ان انا جديد ولا عنتر بن شداد ان انا هجيب حقوق النادي، لا، يعني حقوق النادي بتقدر تجيبها بمنتهى السلاسة لو انت بتفكر مظبوط، تقدر تدور على حقوق النادي وتجيب حقوق النادي وتزود فيه. دي يعني خليني اقول ايه من الاهداف اللي عندنا. طيب الاهداف دي عشان نحققها بنعمل ايه؟ تعالى مثلا ناخد مثال فرع اكتوبر. طيب فرع اكتوبر ده يعني كل اعضاء جمعيه عموميه بقالهم 20-25 سنه مش متذكرين التواريخ، مش متذكرين التواريخ، يعني فين اكتوبر؟ مش موجود. طب ليه مش موجود؟ مفيش فلوس. طيب يبقى انا عشان اعمل اكتوبر يبقى انا محتاج فلوس. طب الفلوس دي هتيجي منين؟ نادي زمالك او اي مؤسسة لو انت عندك ما يسمى ادارة التمويل والاستثمار، دي ادارة، وفي نفس الوقت عندك ادارة تسويق محترفة فاهمين في شغلهم، هذه ادارة تانية، الادارتين دول او اللجنتين دول هم اللي يقدروا يبتدوا يفكروا، هل ال 12 واحد اللي قاعدين هم الناس اللي هيفكروا؟ بالطبع لا. ليه؟ لان مثلا لجنه الاستثمار احنا يعني متفقين مع مثلا كمثال، مش حد يكون امثال، الاستاذ محمد اتريكي، يعني رجل اقتصاد على اعلى مستوى، المهندس هاني بيرزي داخل القائمه، فيبقى ده كمان ايه؟ من خارج القائمه وداخل القائمه. دول لما يبقوا في لجنه الاستثمار والتمويل في نفس الوقت احنا متفقين مع رؤساء اللجان ان هو اللي بيختار لجنته، يعني هو اللي بيختار لجنته وبالتالي هي مش من ضمن القائمه، فانت بتوزع ما يسمى الاداره بتاعه النادي، هم مش 12 شخص فقط اللي هيديروا النادي، ويبقى اللجنه دي هي مسؤوليتك. برضو الاستاذ هاني شكري، يبقى ادي ازاي احنا اخترنا بعض، يبقى مثلا المهندس هاني بيرزي رجل صناعه، الرياضة حاليا صناعة، صناعة، فبالتالي من أفضل الشخصيات في مصر في المجال الصناعي كمستثمر ورجل ذو فكر اقتصادي، وما بحبش أسميهم رجال أعمال، بحبهم كده، لأن رجل أعمال النادي يعني آسف ما ينفعش حد يصرف عليه، ولا حد في غنى النادي، بس أنت عايز تبتدي تبص على النادي بفكر اقتصادي استثماري يعني كامل. فلو اخذنا بس الادارتين دول وربطناهم مع الثروه العقاريه وازاي نقدر نعمل كل الاعضاء ما بنقابلهم، يعني عندهم تحفظات كتير جدا على نادي الزمالك الحالي، نفسهم في نادي اكتوبر، عندهم تحفظات اخرى على مثلا مصيف مرسى مطروح، عندهم تحفظات على النادي النهري، واحنا لنا طموح يبقى في اكتر من فرع. طيب هذا الملف مع الملفين دول، فهتلاقي هنا تم اختيار المهندس هشام نصر، رجل رياضي ورجل مهندس، وفي نفس الوقت ده الباع بتاعه او دي خبراته في هذا المجال،
استاذ محمد اديب المهندس هاني بيرزي في هذا المجال بتاع الاستثمار والتمويل. التالت هيبقى هاني شكري، معاه برضو الشاب احمد خالد، ده من القائمه عندنا. احمد برضو يعني دارس بره مصر وعنده فكر جديد ومتطور وشاب ذكي جدا وتحت السن وعنده افكار تسويقيه يعني هايله هايله هايله. طب ما نضم الاثنين دول على بعض خلاص انت ابتديت تحل ايه مشاكل من مشاكل الناس. طيب تعال بقى ايه برضو من ناحيه، ما هو انت عايز تحل مشكله السيوله الماديه او السيوله النقديه. طيب ما انت النهارده مثلا من ضمن الحاجات اللي هي الغرامات الدوليه وان العقود ما بتتراجعش، صح؟ ان ده جزء مهم، الحجز على ارصده النادي برضو. هل في خطه للموضوع؟ لانه حضرتك بتتكلم على جزء ان انت تحل مشاكل النادي الماديه، ومن ابرز المشاكل زي ما حضرتك بتقول فكره الغرامات على نادي الزمالك والخاصه اللي ادت لايقاف القيد لفريق كره القدم بالاضافه للحجز على الارصده. تفكير حضرتك ازاي برضو بما ان حضرتك بتتكلم ازاي نحاول تحل مشكلتين دول خصوصا ان هم مهمين لجماهير نادي الزمالك والاعضاء الجمعيه الاجمال؟ تمام. بالنسبه لارصده نادي الزمالك اللي حاجز هو حاليا هو مصلحه الدوله المصريه، وده لها حق فعلا ان المبالغ دي كلها مستحقه على نادي الزمالك. بس اللي اقدر اطمن الناس بيها هي زيها زي اي نادي تاني في مصر، يعني احنا مش الوحات اللي علينا فلوس مصلحه الضرايب، انما ممكن يبقى كان في تفاعل مش مظبوط مع مصلحه الضرايب. فبالتالي انت النهارده بدل عارف ان هذا هو دين على النادي، اقعد وتفاوض وتفاوض وحط بلان مظبوطه هتلتزم بيها. فبالتالي مصلحه الضرايب هنا بتعمل ايه؟ بتفك الحجز بدل انا اتفقت معاهم على بلان مظبوطه حسب الكاش فلو. طيب ايه تاني برضو الحاجات اللي حضرتك كنت بتقولها غير ايقاف القيد؟ ايقاف القيد، ايقاف القيد ده برضو يعني في مجموعه زمالكاويه محبين للنادي جدا مش عايزين يذكروا اسمائهم، وبالتالي القايمه من ضمنهم، لان انا برضو من وجهه نظري اللي بيخدم نادي الزمالك مش محتاج يقول انا بخدم نادي الزمالك، لان انا اسف انا مش بخدم نادي الزمالك، ده واجبي ان انا اساعد النادي اللي انا بحبه او النادي اللي انا اتربيت فيه. فبالتالي قايمه لها جزء في هذا الصندوق، والصندوق ده احنا كلنا كده حاطينه في حب نادي الزمالك نحل بيه مشاكل من ضمنها مشكله القيد. بس هو زي ما نقول بقى المانجمنت او الاداره، هو انا هحل قيد ليه وامتى؟ ليه وامتى؟ ليه؟ ده لازم يتحل عشان انا عايز اسجل لعيبه واجيب لعيب. متى؟ يبقى انا لما الاقي لعيبه كويسه ومحتاجهم بقى التوقيت، يبقى التوقيت هو عباره عن توقيت الفلوس تبقى موجوده ولا لا؟ نمره اتنين مين اللعيبه اللي هجيبهم؟ مين اللي انا عايزهم؟ فما بناخدش الموضوع ايه؟ هو انزل حل حل مثلا، حتى لو الفلوس انزل حل الوقت، طب يمكن الشهر الجاي احسن. او احنا لما ندخل ونشوف ليه قيد تم ايقافه يعني، او القيد تم ايقافه مظبوط، ابتدي اشوف مثلا والله اللاعب الفلاني بسبب اللاعب اكس، طب اكس ده لو قعدنا معاه وحاولنا نحل، ما هو لوحده لو حلينا معاه مش بالضروره ان يتم ان انا ادفع الفلوس كلها، ممكن ابتدي معاه واجل واقسط. وتم ايام اللجنه ان احنا عملنا كده مع اتش بونج مثلا، مع واحد من اللي هم عندنا القيد بسببهم هو اتش بونج. اتش بونج برضو يعني كمثال انا ممكن احكي لحضرتك، اتش بونج ده كان علينا 1,200,000 دولار ايام اللجنه، وقدرنا نتفاوض مع هذا اللاعب ونزلنا بدل 1,200,000 دولار ل 900,000 دولار، وعملنا له طريقه يعني كويسه في ان احنا ادفع هذه الاموال. فدفعنا في شهر 150,000 دولار، الشهر الثاني 150,000 دولار، الشهر الثالث 150,000 دولار. يعني قبل ما نمشي من نادي الزمالك كنا دفعنا نصف القيمه، وبالتالي المجلس اللي جه بعد اللجنه دفعت، عملنا لهم ان هم هيدفعوا 90,000 دولار على 5 شهور، يعني اقل حتى من اللي احنا دفعناه. هم على ما اظن دفعوا 2 أو 3 أقساط وما كملوش الباقي. فبالتالي اتش بونج ده رجع تاني عمل قضيه وعمل شكوى، وبالتالي حتى اتغرمنا. ما انت كل برضو ما بتلتزمش الفلوس بتزيد عليك. فانا رايي ان شاء الله هنقدر يعني نستوعب هذا.
تمام. يمكن برضو فريق الكوره هو الشغل الشاغل لجماهير نادي الزمالك، خصوصا انه نادي الزمالك في الوقت الحالي السنه فاتت ما قدرش يحقق اي بطوله، قبل كده كان حقق بطولتين دوري ورا بعض، فالموسم الحالي هو البعض شايفه هو موسم انتقالي. هل انت شايف انه فكره تصدير انه موسم انتقالي ده مصطلح صحيح، ولا نادي الزمالك لازم ينافس باعتبار ان لسه الدوري بدا ينافس لغايه اخر رمق؟ احنا لما دخلنا النادي يوم اللجنه كان حد من الزمالكيه متوقع ان في ذلك الموسم هناخد الدوري. طيب كان التوقعات كلها مش في صالح ان احنا ناخد الدوري، انما احنا كرياضيين، لان المجموعه اللي انا بتشرف ان انا معاهم معظمهم رياضيين ولعبوا بفانيله زمان، فانت اللي علينا ان احنا نجتهد جدا، والنتيجه في الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحقق. فكرياضي ما اقدرش اقول ان انا دي فتره انتقاليه وما عندي، لا انا هدفي اخد بطوله ممكن ربنا يكرمني فيها او لا، بس انا لازم اعمل كل جهدي واشتغل على حاجه واحده بس، انا عايز بطوله. يمكن برضو من الملفات داخل فريق الكره في نادي الزمالك هو التجديد لابنائه، يمكن ابرز الاسماء اللي هتنتهي عقودها في عقدها في نهايه الموسم هو احمد فتوح، والكلام كتير على احمد فتوح، سواء هيكمل نادي الزمالك هينتقل للنادي الاهلي او حتى نادي بيراميدز او حتى تجربه اخرى، ولكن هيبقى خارج صفوف نادي الزمالك. هل في تفكير في الوقت الحالي باعتبار ان انتوا تحاولوا تحلوا مشكله فتوح، او حتى الكلام مع فتوح بشكل او باخر انه ينتظر كلها ايام قليله لانتخاب مجلس جديد داخل نادي الزمالك؟ انا كحسين لبيب ليس لي اي صلاحيه حاليا ان انا اتفاوض او اتكلم مع اي لاعب من داخل نادي الزمالك، لان برضو يعني من مبادئنا في النهارده اداره هي اللي بتدير نادي الزمالك، ولما بيلجأوا لنا في اي حاجه احنا تحت امرهم كمحبين لنادي الزمالك. فانا كنت عايز بس اقول الستيتمنت دي في الاول عشان ناس كتير بتتكلم في الكلام، وانا عارف الاشاعات اللي بتطلع وكابتن حسين قعد يا جماعه ما فيش حاجه من دي خالص، ما حصلش اي جلسه معاه، لا خليني بس اقول ما بيحصلش اي حاجه الا لو الاداره الحاليه متمثله في الدكتور عماد البنان، الاستاذ احمد فؤاد الوطن، والكابتن ايمن شعراوي، بيطلبوا ان احنا نساعد في ملف من الملفات، فاحنا كمحبين للنادي بنساعد بكل ما اوتينا من قوه، مش عشان احنا مرشحين. فدي اول حاجه بالنسبه للكابتن فتوح او اي زميل اخر، لان عندنا مش فتوح بس او الكابتن فتوح بس هو اللي محتاج انه يجدد عقده في يناير، عندنا مجموعه من اللاعبين، بس طبعا التركيز كله او الفوكس كله على الكابتن فتوح. لا طبعا يعني احنا بالنسبه لنا جميع اللاعبين هم اصول ثابته في نادي الزمالك، يعني ملف كره القدم ده ملف بالنسبه لنا هو اكبر ملف لابد ان يتم الاهتمام به، وبالتالي اللاعبين والجهاز الفني هم دول اساس شغلنا كله، لان برضو عشان نبقى بنتكلم جد يعني الكوره هي مقياس الجماهيريه وهي مقياس النجاح وهي مقياس كل شيء، فبالتالي لا طبعا يعني بنحاول بكل ما اوتينا من قوه كنادي الزمالك، مش بتكلم اشخاص، كنادي الزمالك ان احنا نهيئ الاجواء المظبوطه لجميع اللاعبين وبالذات في فريق كره القدم، ونحاول نحافظ على كيان الفريق، وبالتالي كابتن فتوح هو من اقدم الناس، يعني هو النهارده الثاني او الثالث ككابتن الفريق، يعني فاهم قصدي؟ فيبقى بالتالي لابد ان انا احافظ على قوام الفريق، وبالعكس كمان بنشتغل على ان نرفع الايقاف وبالتالي ندعم فريق الكوره. برضه يمكن الفتره اللي فاتت كان في توتر شويه في العلاقه مع النادي الاهلي، هل في سبل تواصل او شكل يعني العلاقه ما بين الناديين بعد نجاح المجلس، حال نجاح في الانتخابات؟ انا تربطني علاقات طيبه جدا بجميع مجلس اداره النادي الاهلي كلهم، يعني سواء زملاء ملعب او زملاء في الحياه الاجتماعيه، بالعكس جدا احنا ضد التعصب بجميع انواعه، احنا بنلعب في ملعب اسمه في واحد هينتصر وواحد هينهزم، وبالتالي بعد المباراه بنطلع كلنا اصحاب واخوات. فانا يعني من مبادئي في الحته دي بالذات كحسين حتى شخصيا، وانا متاكد ان جميع افراد القائمه زي حالاتي، اللي هو يا جماعه احنا بنلعب رياضه، مفيش اي داعي لاي مشاكل او اي حاجه، وبطالب برضو الجمهور سواء الجمهور الزمالكاوي او الجمهور الاهلاوي
ان هم برضو حافظوا على هذه العلاقات. احنا بنلعب رياضه. كفانا بقى الفترات السابقه دي اللي كانت مشاكل وقضاء، دي مش رياضه يعني. انتوا نص برنامجكم كنتوا ما بتتكلموش في الرياضه كرياضه يعني. انت النهارده تجيد التحليل وتجيد الدنيا بتاعت كره القدم، في احداث كتير جدا في الفتره السابقه كانت بتخليك حتى انت نفسك وانت بتتكلم مش هو ده الفيد بتاعك او مش ده اهتمامك، بتضطر تدخل اصل ده فلان هياخد فلان وفلان عمل ايه يعني. كانت يعني في غلطات بتحصل سواء من لاعبين او اداريين او مديرين فنيين او من اعضاء مجلس اداره او من الجماهير، برضو بنقدر نعديها. انا بشوف برضو بامانه ان الاعلام عليه دور كبير جدا في الحته دي. لابد ان الاعلام برضو يبقى اعلام محايد. حضرتك في كلامك برضو قلت ان احنا بنحاول، ان حضرتك بتحاول انك ما تشغلش بالك زي ما بيقولوا بالحاجات اللي بتزود من المشاكل ما بين الناديين، لكن برضو في نفس الوقت كان الماتش اللي فات كان في رساله من جماهير الاهلي يعني الكابتن حسين لبيب عن فكره تعاقد مع انه يقدر يجيب لعيبه من النادي الاهلي او ان هم يتعاقدوا مع لاعبين. لا انا من مبادئ يعني انا مش بحاول حد يجرني للناحية دي. أنا دوري اسمه أحافظ على نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك، لاعبي نادي الزمالك، أعضاء الجماعة العمومية بتاعت نادي الزمالك فقط. ماليش أي دور في الناحية الأخرى دي. فيعني آسف هم يعني حقوا بيقولوا اللي هم عايزينه واحترم كلامهم جدا، ماليش دعوة بالكلام ده. يمكن سؤال برضو يعني فترة حضرتك كانت فترة جيدة والزمالك قدر ياخد بطولة الدوري، كان في لعيبة كتير كانت موجودة في الفترة بتاعت حضرتك. السؤال برضو ممكن يبقى فانتازي شوية، لو في لعيب من نادي الزمالك من فريق كرة القدم اللي كانوا موجودين في آخر سنتين، يمكن برضو بن شرقي، ساسي، طارق حامد، إمام عاشور، أبو جبل، مصطفى فتحي، لو بإيدك إنك تقدر ترجعه لنادي الزمالك في حال النجاح، مين أول لعيب هيبقى في دماغك إنه ممكن تبقى تفضل يبقى موجود داخل نادي الزمالك؟ كمشجع حتى قبل المنصب. يعني اسف ان انا مش همتعك بالاجابه اللي انت عايزها، لان من مبادئي ان اللي بيختار اللاعبين هو المدير الفني، وانا دوري فقط ان انا اسهل له هذه المهمه. هو لو قال لي انا عايز فلان يبقى كل جهدي ينصب ان انا اجيب للمدير الفني هذا اللاعب ده كدور مسؤول. حسين لبيب بقى اللاعب والزملكاوي كواحد من الجماهير، انا بحب اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي تمام. رساله اخيره لجماهير نادي الزمالك والاعضاء الجمعيه العموميه قبل الانتخابات المقرر ليها يوم 20 اكتوبر. طيب جماهير نادي الزمالك يعني بعشقكم بحبكم وعايزين نفضل ورا النادي بتاعنا لغايه ان شاء الله رب العالمين ما يقوم من هذه العثره اللي كل الناس شايفاها عثره وانا شايفها تحدي، وان شاء الله نادي الزمالك قادر على انه يكسب في هذا التحدي. بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه، انا بقول لاعضاء الجمعيه العموميه احنا يعني كشخص اسمه حسين لبيب انا ما عنديش اي مشكله في التعامل مع اي شخص سواء من القائمه بتاعتي او من الاخرين، ده مبدا ما برفضوش عمري. بس احنا النهارده اجتهدنا بقالنا 4 شهور أو 5 وكوننا ملفات وكوننا يعني انطباعات معينه على كيفيه اداره النادي وبتاع، واحنا كلنا عارفين ان احنا بنلعب ضد الوقت، فساعدونا ان احنا في اسرع وقت نرجع كل اللي كنا بنتمناه لنادي الزمالك عن طريق انتخابكم للقائمه الموحده. ده اللي اقدر اقوله لاعضاء الجمعيه العموميه في حاله ان هم عايزين ينتخبوا القائمه الموحده. يمكن كابتن حسين بنشكرك على سعد صدرك وانك نورتنا في حوار مع موقع في الجول، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في الانتخاب. الله يخليك، انا اللي مستمتع باللقاء وبحب كده ما يبقى اللقاءات هاديه والاسئله صراحه يعني محترمه جدا وهادفه، فانا برضو بحب انا ادي اللي في الجول. لا انتوا ناس محترفه في هذه المهنه وانا شرفني ابقى معاكم. شكرا لك، شرف لي. شكرا.